مساء الخير عن جديد. من شوي حضرنا كيف تم تفتيت الحصيات بالمثانه عن طريق الليزر، وهلا صار الوقت لنعرف تفاصيل اكثر عن هالعمليه مع الدكتور مره ثانيه نضال سعدو الزعبي، اختصاصي بالجراحه البوليه والتناسليه. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا، شرفنا. اهلا فيك دكتور. دكتور خلينا نحكي بشكل عام عن الحصيات وبشكل خاص عن حصيات المثانه. بشكل عام عندنا انواع كثيره الحصيات، في عندنا انواع حصيات الكلسيه وتشكل 70%، وفي اكزولات الكلس، في عندنا حصيات حمض البول وهي اشياء حصيات للمثانه، وفي حصيات مثانيه. هلا حصيات المثانه ليش سميت مثانه؟ لانها بتتشكل بالمثانه، وهي عباره عن على الاغلب هي اشياء حصيات، هي حصيات حمض البول وحصيات المثانيه. هلا في عوامل بتخلي تستدعي تشكل حصات المثانه، اللي هي لما يكون عندنا ركوده بوليه. طبعا الركود البولية فيها اسباب مثل تضيقات الاحليل، مثل ضخامه البروستات الحميد، مثل رتج مثاني، مثل الانتانات البوليه المتكرره او المثانه العصبيه. هذول بيساعدوا على تشكيل الركود البولية، وبالتالي بصير عندنا تشكيل لحصيات المثانه. تمام. حصيات المثانه هي لما بتتشكل نتيجة التضيق الموجود ما بعد المثانة، وهذا التضيق بيؤدي إلى ركودة بولية وتشكيل هذه الحصيات. هلا إذا بدنا نحكي، دائما حصيات المثانة بتختلف عن حصيات الكلية أو حصيات الحالب بالتركيب وبشكلها، يعني بتيجي حصيات المثانة شكل أملس ومثل ما شفنا بالفيديو، وبيجي عددها اكبر، يعني ممكن اكثر من 3 حصيات 4 حصيات وحجمها اكبر. تمام. اعراضها ممكن تساوي اعراض انسداديه، يعني زحير بولي، ممكن تؤدي الى حرق بالتبول اثناء التبول او الم اثناء التبول، بيله دمويه عيانيه اخر البول، الم فوق العانه، المريض بيشكي من آلام حوضية، بالإضافة للإنتانات البولية المتكررة، وهي من شاهدة كثير عند المرضى اللي عندهم حصيات إنتانية، فهي بتعالج المريض، بعمل تحاليل وزرع بول وبتعالج، وبعد 3 أشهر 4 أشهر بترجع نفس الإنتان، نتيجة المصدر موجود. تمام. طيب دكتور، هلا قبل شوي ذكرت انه اكثر شيوعا بالاصابه هي الحصيات المثاني، صحيح؟ نعم. طيب في انواع اخرى كمان شيوعا غير حصيات المثاني ممكن يصاب فيها الشخص اكثر، يعني اكثر حاله او اكثر الناس نسبه بالاصابه فيها؟ لا، حصيات الحصيات بشكل عام الاكثر شيوعا هي حصيات كلسيه. تمام. الجهاز البولي بشكل عام. أوكي. يعني 70% من الحصيات هي تركيبتها كلسيه، لكن حصيات المثانه تختلف بطبيعتها بتشكيلتها، يعني نتيجة الركودة البولية فهي بتشكل نويات، طبعا نتيجة شح البول والبول حموضة البول العالية، يعني البي اش بنخفض، فبالتالي بتساعد على تشكيل نوع من انواع الحصيات هي حصيات حمض البول. هلا اذا لاحظتي بالفيديو لما فتتنا الحصى تظهر طبقات، حتى طبقات لون اورنجي، يعني صحيح. هي حصيات حمض البول هيك بتعطي اللون هذا. تمام. هلا ممكن يكون تركيبه الحصيات المثانه ممكن تكون كلسيه وممكن كذا، لما تكون ممكن تنزل حصاره من الكليه او من الحالب وتستقر بالمثانه، وبالتالي تضل فتره وتبني عليها بلورات حمض البول وتشكل تعمل مشكله. تمام. ممكن تشكل الحصيات. تمام. طب دكتور، حضرتك ذكرت انه نحن في حال اهملناها ممكن يصير عندنا انتانات. عدا عن الانتانات شو ممكن يصير عندنا مشاكل ثانيه او مضاعفات اخرى؟ هلا ممكن يصير طبعا المريض بيعاني من بيلة، تكرار بالبيلة، بتطلع تعدد بيلات. تمام. الم اثناء التبول او حرقه شديده اخر البول. بيلة دموية، المريض بيعاني ممكن من حصر بول فجائي نتيجة انحشار حصات المثانة بعمق المثانة، ممكن يعاني من طبعا آلام حوضية. هلا المريض ما بيعرف انه عنده حصاه،
هو بيجي على انه ممكن التهاب او الم او حرقه. بعد الفحوص بيظهر انه عنده حصيات مثانه. صحيح. وممكن بيعاني منها صار له سنين، مثل المريض اللي عندنا المعاناه اكثر من سنه ونص حتى تشكلت هيك حصيات وبالشكل هذا. تمام. طبعا هو كان اجى باسر بولي وعالجنا له بالاسر البولي بحاله اسعافيه وهو حضرنا من اجل تفتيت الحصيات. تمام. طيب دكتور، العلاج بهيك حالات هو ليزري ام جراحي وشو الفرق بيناتهم؟ هلا العلاج الطرق التقليديه هي الجراحه. يعني احنا الجراحه فوق العانه، فتح على المثانه واستئصال حصيات، ولكن حصيات بنسكر وبنحط مفجر وبنحط قسطره بوليه. القسطره البوليه يعني لازم تظل فوق من اسبوعين اسابيع حتى يلتئم جرح المثانه. وفي طرق ثانيه اللي هي التفتيت بالامواج الصادمه. احنا بنفتت، احنا قبل ما ننزل تقنيه الليزر كان في عندنا التفتيت الحصيات بالامواج الصادمه. هلا التفتيت مثل هاي الحصيات بدها حوالي الاربع خمس جلسات، وبده يعاني المريض من فتات وخروج الفتات، في صعوبه بالتبول وحرقه، بصير مؤلم، وبده فتره شهرين ثلاث شهر شهرين حتى ينهي المعاناه. صحيح. في طرق الميكانيكيه، يعني احنا في ممكن بالمنظار نفوت، وفي استخدام البنشات واستخدام الملاقط خاصه ونكسر الحصيات، لكن في احجام ما بدنا نحصل عليها، يعني ما احجام كبيره، ما يعني تحت السنتي ممكن، اما فوق السنتي ما بنسلك السلوك الجراحي. من هيك بحكم عملنا وبالمركز اللي عندنا ارتئينا انه ننزل تقنيه الليزر وتفتيت الحصيات بالليزر. هلا الليزر له كثير فوائد، يعني احنا بجلسه واحده قدرنا نفتت له الحصيات اربع حصيات. حلو كثير. وخرج المريض على بيته، قسطره يوم او يومين بنشيلها، واحنا طبعا بعد ما فتتنا عملنا له غسيل المثانه وسحب الحصيات هاي بالباسكت، في شيء بالباسكت وفي بالغسيل، فاستشفاء اسرع والمريض ما يعني بطل، يعني ما عاد يعاني، مثلا بضل اسبوعين يعاني من الحصيات ومن القسطره البوليه ومشاكلها. تمام. طب دكتور، بدنا من حضرتك تخبرنا المريض لحتى يقوم بهيك اجراء اللي هو الليزر لتفتيت الحصيات تبع المثانه، شو لازم يعمل قبل الاجراء وما بعد الاجراء؟ هلا اي مريض احنا بيعاني من مشاكل بوليه يفضل طبعا يراجع طبيبه حتى يشخصه اذا كان عنده حصيات مثانه. طبعا احنا يفضل طبعا يعملوا دراسه شامله. احنا حصيات المثانه فتتنا الحصى، بس في سبب بدك تزيد السبب، اذا كان عنده تضيق حليل او عنده ضخامه بروستات او غير معالجه او رتج او شيء، فبدنا نعالج السبب الاساسي. تمام. بنهيئه ضمن فتره محدده وبعدين بنحطه بنجهزه للتفتيت بالليزر. مريضنا كان يعني من اسبوعين صابوا حصر بول وحطينا له اسر بولي وحطينا له قسطره بوليه وعملنا له دراسه شامله حتى جهزنا لهيك عمليه. تمام. طيب دكتور، هلا بدي اسال، مثلا نحن شخص عندي شخص عمل تفتيت بالليزر، نعم، امتى بقدر يرجع لحياته الطبيعيه؟ قديش بده وقت؟ هلا ثاني يوم ثالث يوم بترجع لحالتها الطبيعية. تمام، بس هيك بس. إيه، ان شاء الله ان شاء الله. تمام. تمام دكتور، شو بتحب تقدم نصائح للاشخاص اللي مقبلين على هيك عمل جراحي؟ هلا احنا بننصح كل المرضى، اول شيء الاكثار من السوائل، شرب السوائل، لانه تشكيل الحصيات هي بتعتمد على الشح البول وقلة سوائل. اثنين، اي شكوى لو بدايتها، يعني مجرد ما صار في عندنا مشكلة بولية، تعدد بيلات أو حرقة بالبول أو بيلة دموية، يراجع الطبيب مباشرة، لا يستهتر بالموضوع، لأنه ممكن تكون حصى صغيرة، يعني حصى مثلا كانت نص سنتي أو سنتي، الإجراء أسهل وأسرع بين ما يكون وصل لمرحلة وعانى، بده يبقى يظل يعاني لحتى يستأصلها. لذلك
دائما مراجعه الطبيب اذا ايش في اي شك بحصيات، واذا كان عنده انتانات متكرره لازم نشوف الحل والسبب. تمام. طبعا بالنهايه هي المعالجه بتتم، بنرجع بنقول الاكثار من السوائل. اكيد طبعا يعني هذا الشيء اساسي. هذا السبب يعني احنا بدنا المريض بالجو اللي فيه حوالي 3 لتر يشرب. تمام. لحتى ما تشكل عنده حصيات لا بمثانه ولا بالكليه. تمام. دكتور نضال شكرا كثير لوجودك معنا لليوم. الله يسلمك، تشرفنا احنا ونشكر قناة سماع.